باكورة البصل، حبة كبيرة بصل، كوب طحينة النخي، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وماء وللقلي زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، طبق الباكورة اللي حنعمله هلأ طبق زي ما قلنا سهل جدا، هو عبارة عن فواتح شهية أو مقبلات لذيذ جدا، ممكن نستعمل على فكرة بالسندويشات. أوكي. فممكن تكوني عاملة أي حاجة، لحوم، حاجات باردة، وتدخلي كنوع من البصل المقلي بيديك طعم جميل جدا. أطباق جانبية عندك، مثلا بوفيه، عندك أي عزومة، على وجبة الغداء اليومية بتقدر تقدمي كنوع من المقرمشات اللذيذة. نبتدي نجهز المكونات اللي حنحتاجها. خلينا أتكلم أول إشي عن تشكيلة البهار. أنا طبعا تشكيلة البهار هذه أساسية عشان يبقى طعمه قوي، لازم يبقى في عندي حاجة قوية في التيست. فعندي البابريكا، عندي الكركم، وطبعا إذا حبيتوا تزودوا أو تغيروا بالبهارات زي ما بتحبوا، عندنا الشطة، الملح أساسي كمان عشان أخذ طعم كويس أو مميز بالوصفة دي. طحين النخي، عارفة يعني إيه النخي؟ لا. طحين النخي اللي هو طحين الحمص، ده أساس الباكورة اللي حنعملها النهاردة. ده ممكن لقيه في أي سوبر ماركت، أنا موجود متوفر بكثرة، بيبقى زي كيس الطحين العادي بس بيبقى عليه مكتوب طحين نخي، بس ناخد طبعا الأفضل والأجود، ومش عايزة أقول الأغلى بس فعلا بيفرق معانا يعني كيف. فحاولوا تاخدوا الكواليتي الكويس. الباكورة طبعا ممكن هي احنا هنعمل ايه عشان اشرح لك اللي هيحصل. هنعمل زي باتر، زي عجينة سائلة، وتحطي فيها اي حاجه انت عايزاها. ممكن احنا النهارده هنحط بصل، ولكن في يعني ايش اقول لك، غير محدوده الحاجات اللي ممكن تحطيها في داخل الباكوره. هي عباره عن عجينه تغلفي فيها حاجه، فعشان كده اسمها كده، بس ممكن تبقى باكوره بعده اسماء حسب الحشوه اللي في الداخل. فبعد اذنك هتبتدي انت تعملي لنا تشكيله البهارات. ناخد كده طبق صغير وتجمعي لنا كده تشكيله بهارات من كل صنف، واثناء ذلك انا هبتدي اجهز. نص معلقه من كل واحده. ماشي ماشي الحال. هبتدي اجهز البصل، ونتكلم شوي عن البصل وطريقه الاختيار او تقطيع البصل. اذا عايزه حاجه معينه تكتري منها كتري، اذا شطه مثلا بتحب تكتري خدي راحتك. نتكلم شوي عن البصل. اذا حبيتوا البصل يبقى قوي، طعمه قوي، ممكن ناخذ بصل احمر بالشكل هذا. حبيته طعم هادي ممكن ناخذ بصل ابيض حسب ما بترغبوا. هلا انا قشرت البصل وحقطعه الى جوانح بالشكل هذا، نص مثلا في الاول، نص ده ثاني. احاول امسكها بالشكل هذا، وما عنديش يعني طريقه ثابته، بس احاول اعملها زي جوانح بس تبقى سميكه. خليني اشيل الجزء ده، ايه رايك؟ ناشف قوي الحته دي كده. ونرجع نقول احنا عايزينه يعني قطعة سميكة شوي بالطريقة دي. ما فيش عندي مقاس معين، بس يعني حسب نص خيار حسب ما بتخدم. احاول دلوقتي افكك قطع البصل دي عن بعضها. كده اعتقد المقاس كده معقول. نفكها، لابد التفكيك دي عشان ما تبقاش كتير لازقه في بعض، فعشان لما تتقلي تبقى برضو جميله. هحتاج طبق عميق شويه، خلي البصل ده جنبي. الطبق ده هحط فيه طحين النخي. في ناس يمكن ما يحبوش الطعم القوي للطحين النخي، ممكن نخلط النخي مع طحين ابيض عادي، ساعتها بيمشي الحال. وهحتاج نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هتخلينا استعمل دي؟ مش مشكلة. لا هتبقى هيقلب لونه أصفر كله. أوكي. ممكن ناخد واحدة زي دي كده. خلاص نشيل ده كده على جنب، خلي ده عندك. أوكي. مضرب. وأبتدي بس اتاكد انه البيكنج باودر اختلط مع النخي بالطريقه دي. حطي لي البهارات من فضلك. الوصفه دي
لازم تتعمل وعلى طول تتقلي، ما ينفعش اعملها اسيبها بالتلاجة او اركنها، لا بتبوظ يعني ما بتدينيش النتيجة الجميلة دي. ودلوقتي ابتدي اضيف مي، ما عنديش عيار خالص يا مها للمية، حسب نوع الدقيق اللي انا بستعمله. فاضيف مي مع استمرار التقليب، حطي لي حوالي نص الكمية، نضيف شوية كمان، نوقف دلوقتي مش هنضيف لغاية ما اشوف انا محتاجة قد ايه مية، نزود حبة كمان. وساعات نفس الحاجة اللي انا عايزة اقليها بتبقى مثلا فيها ليونة شوي فما بكترش مية، يعني احنا اليوم البصل ناشف بس ممكن ساعات مثلا عايزة اقلي كوسة فبتبقى خفيفة كده، فالمية دي على حسب ما احتاج كده. برفع سنة كمان، حوالي معلقة صغيرة ما تكتريش خالص، مها برضو اقلب بالطريقة دي كده. اعتقد اصبحت عندي باللزوجة او الليونة المطلوبة. ممكن اوقفها كده جنبك؟ ممكن. اعزائي المشاهدين، ببتدي اسخن هلا الزيت، خلاص جهزت العجينه، اخد البصل واحطه بالشكل هذا. هحتاج قطعه من ورق المطبخ على الصينيه كده تبقى جنبي، باخد كم قطعه كده من البصل اقلبهم في داخل العجينه. ريحه البهار جميله، وريحه الطحين النخي على فكره انا متاكده انه في ناس كتير ما جربوش ابدا يطبخوا بطحين النخي، فحاولوا تعطوا نفسكم مجال وتجربوا. هاخد كم قطعة كده مباشرة في الزيت الحار. نعلي الزيت كده، نعلي النار كده سنة بعد إذنك، كمان 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 لغاية ما عند المشر، كمان كمان أيوة. ناخد برضو كمان كم قطعة مع بعضهم حسب الحجم اللي أنا عايزة. بنفس الطريقة خليهم كده على بعض، ايه رايك؟ اعتقد الموضوع سهل. ناخد حبه كده على بعض هنا ونحاول ما نملاش القلايه كتير عشان يصير في مجال تنزلش. وهم هتحسيهم شويه نفشوا كده يعني تضاعف شويه الحجم من البيكنج باودر. من البيكنج باودر ممكن طبعا اذا حبينا احنا نعمل واحده واحده، يعني اخد بس كده واحده زي دي، بصي ما واحده واحده لو عايزه حسب ما انتوا بتحبوا، ولكن هو بيتقدم كده ككومة مع بعضيها، لكن اذا حابين واحدة واحدة برضو بيمشي الحال. ايه رأيك بالوصفة دي؟ سهلة وجميلة. جميلة وبعدين طعمها احلى كمان. وطعم جديد، يعني عارفة حاجة جديدة ومقبلات كده لطيفة مختلفة يعني. وزي ما قلنا احنا فينا ننوع بالبهار، وفيك تقلي اي حاجة بالطريقة دي على فكرة. ممكن يكون عندنا زي ما قلنا كوسة، تخيلي القرن فلفل كده تقصيه نصين مع الخلطة دي، هيبقى جميل قوي كنوع من المقبلات. يبقى بنجمع كده كومة كده مع بعضيها، تمام؟ تاخد كده تسوق عشان ما أمليش بس القلاية زي ما قلنا كتير. مش الحال، قلبيهم بقى كده على جنب كده كده عشان ياخدوا كل اللون الذهبي الجميل ده. نشيل دول، اعتقد اخدوا لون ذهبي جميل، خلاص ممكن تشيليهم. اعزائي المشاهدين نشكر مها على مساعدتها، تسلم ايدك. بنشيل طبعا بكورة البصل على قطعة من ورق المطبخ عشان نتخلص من الزيت الفائض وتبقى جاهزة للاكل ولذيذة جدا. شوفي بقى المجموعة الكبيرة دي مع بعضيها، وشوفي الوحدات لوحديهم كده ما خدوا برضك شكل جميل. هياخد منك وقت لو حطيتي واحدة واحدة، بس برضو حسب ما انتوا بترغبوا. اعزائي المشاهدين نبتدي انا ومها نجهز الطبق الرئيسي.
باكورة البصل